مع التقدم المضطرد في إنشاء مطار مسقط الدولي، ها هي الأعمال الإنشائية في برج المراقبة تشارف على الانتهاء بنسبة أكثر من 90%، والذي يتم تجهيزه حاليا بأفضل التقنيات الحديثة عالية الجودة، وهو ضمن الحزمة الثانية التي تضم كذلك أعمال إنشاء المباني الأساسية بالمطار كالحركة الجوية والأرصاد والطوارئ والإطفاء والأبنية الملحقة. وصلت نسبة الإنجاز في مشروع مطار مسقط الدولي ما يقرب 72%، وهي يعني نسبة إنجاز جيدة، لكنها تختلف من حزمة إلى أخرى. الحمد لله بعض الحزم متقدمة جدا، خاصة الحزمة الأولى والحزمة الثانية المتعلقة بالمدرج وحركة الطائرات والبرج وغير ذلك، وعليه يعني إن شاء الله فرص افتتاح المرحلة الأولى كما يعني صرحنا سابقا بالنسبة للمدرج وبالنسبة لبرج المراقبة والحركة الجوية، إن شاء الله يعني ممكنا بإذن الله. وفي مبنى المسافرين بدأت معالم المبنى بالظهور بعد أن تم تركيب أكثر من 20,000 طن من الهياكل الحديدية، على أن يتم الانتهاء من معظم هذه الأعمال قبل نهاية شهر فبراير الجاري. وقد تم تركيب رافعتين من أصل 25 رافعة موجودة حول العالم بحجم 1600 طن للمساعدة في تركيب الهياكل الحديدية. هناك العديد من الأعمال المتبقية، ويعني ذكرنا سالفا أن هناك أسباب عديدة لهذا التأخر، مثل فقدان الهياكل، مثل أيضا قد يكون العمالة من قبل المقاول نفسه، أيضا إصرار الوزارة والقائمون على الاحتفاظ بأقصى درجات الجودة في المشروع. وقد تم الانتهاء من تركيب حوالي 14 جهازا للسلالم الأرضية والعلوية لنقل المسافرين، وتم البدء في تركيب الرخام والجرانيت للجدران الخارجية وتركيب الواجهات الزجاجية لمبنى المغادرين والقادمين والسوق الحرة. وبالنسبة للمدرج فقد تم الانتهاء من إنشائه بطول 4 كيلومترات وبعرض 75 مترا لاستيعاب طائرات من طراز A380، وتم ربط المدرج بمبنى المسافرين الحالي. أما بالنسبة للطرق فقد تم تنفيذ 8 جسور بالإضافة إلى تقاطعين رئيسيين وطرق مزدوجة تحوي 3 حارات مرورية في كل اتجاه بطول 53 كيلومترا لتسهيل عملية الوصول من وإلى المطار الجديد عبر أكثر من مدخل ومخرج لتأمين حركة المسافرين والبضائع. انتهت يعني الآن كل مشاريع الطرق والجسور اللي في المطار، وهذا إنجاز أيضا جيد بالنسبة للحزمة الأولى. كما تعلمون بلدية مسقط أيضا على وشك انتهاء من الجسر اللي موجود على طريق 18 نوفمبر، ونحن أيضا انتهينا من الجسور على شارع سلطان قابوس. سيتم ربط هؤلاء الجسرين قريبا خلال يمكن الأشهر القادمة، وسنفتح الحركة بالاتجاهين ما بين شارع سلطان قابوس وشارع 18 نوفمبر. وتخطط الوزارة هذا العام لافتتاح المرحلة الأولى التي تضم المدرج وبرج المراقبة ومجمع إدارة الحركة الجوية ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني.